أن الله سبحانه وتعالى شرع الدعاء لأجل أن يرتبط العبد بالله سبحانه وتعالى، ويشعر العبد دائما أن أموري لا تنقضي إلا بك يا رب العالمين، وأني أنا أتجرد من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، وأني مهما خططت وصنعت لا غنى لي عن عونك وإعانتك لي وعطائك وإحسانك وفضلك علي. ولو كان العبد يستطيع أن يقضي كل شيء من غير أن يستعين بربه ما كان العبودية لله سبحانه وتعالى ما كان لها معنى، كأن العبد خلاص كل شيء يقضيه دون أن يستعين بالله. ولذلك قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في الحديث الآخر: إن الله ليؤخر الإجابة عن العبد لما يسمع من حسن تضرعه. أحيانا الواحد مثلا يمرض ولده فتجد أنه يدعو: يا ربي يشفي ولدي، يا ربي يشفي، فلا يشفى الولد، ف سر عدم شفاء الولد وتأخر الإجابة ليس أن الله تعالى لن يستجيب لك، بل الله جل وعلا فرح بهذا الدعاء ويريدك أن تكثر من الدعاء ليعظم لك الأجر. الولد بيشفى لكن لو شفي بعد يومين ثلاثة لتوقف الدعاء، لكن الله تعالى يؤخر إجابة أسبوعا وأسبوعين حتى تستمر في الدعاء واللجأ، ويمتلأ هذا القلب يقينا أني لا غنى لي عنك ولا مفر منك إلا إليك، ولا وقوف إلا ببابك، ولا استعانة إلا بك. إذا امتلأ هذا القلب بهذا الاعتماد التام على الله تعالى عندها تأتي الاستجابة. ولذلك شرع لنا الدعاء في دار المواطن.